البهية بفرحة سلامك ولود عصيامك بفرحة سلامك ولود عصيامك والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. أهلا بحضراتكم. شهر رمضان له خصوصية خاصة جدا في مصر، وفي مصر ليس كمثله في أي قطر آخر. مصر منذ بداية التاريخ ومنذ بداية معرفتها بالإسلام ولها طقس احتفالي عظيم بشهر رمضان، يبدأ من يومين قبلها بداية الشهر ومواكب ودفوف وغناء واحتفال بكل المظاهر واحتفال حتى بتوقيت السحور. ولكن قبل أن أتطرق إلى كل أشكال الاحتفال الرمضاني، برحب بزميلتي العزيزة نهاد الحديني اللي بنتشارك مع بعض في إن إحنا نحكي لكم حكايات من التراث الجميل، تراث شعبنا وثقافتنا المصرية. ازيك يا نهاد؟ المقدمة الجميلة دي. ربنا يخليك. مساء الخيرات، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وصحة وسعادة. بما اننا بنتكلم عن حكايات من التراث، وزي ما قلنا قبل كده ان كلمة التراث هي شجرة فروعها كتير الحقيقة، ما بين فولكلور وثقافة وفن وتراث شعبي وحكايات ومواويل لكل بلد وكل منطقة وكل شارع وكل نجع وكل حارة من مكان في مصرنا العزيزة. وبالتالي الشجرة دي كل ما تكون متماسكة في الأرض كل ما يكون تراثنا قوي جدا. وإحنا نتكلم عن رمضان زي ما قال زميل العزيز طارق، الحقيقة أنه شهر فضيل بكل ما تحمل الكلمة من معنى. حكايات كتير جدا وحكايات كتير مرتبطة بالتراث. الفانوس بتاع رمضان مرتبط بالتراث الفاطمي وحكايات الفانوس الكتير جدا اللي قالوا كان أيام الدولة الفاطمية أنه السيدات بتخرج في يوم ما كانوش بيخرجوا إلا في رمضان. صحيح. وبالتالي كانوا بيهتدوا بالفانوس، ودي حكاية من حكايات الفانوس. وللتحذير يعني هات كمان عشان الرجال ما يدخلوش في نفس اللحظة، أو كان طفل بيمشي قدامهم بالفانوس بالظبط عشان ما يفسدش حريتهم في الحركة. صحيح. بس دي قصة، في قصة تانية إن المعز لدين الله مش عارف استقبلوه وجي مصر ليلا فخرجوا. صحيح. بالفواني. صحيح. القصص كثيرة وجميلة. صحيح. ومبدعة بالحقيقة، وارتبطت بحكايات كتير والحقيقة من التراث، ولكن احنا بنجددها طول الوقت. صحيح. وبترتبط بشخصيات بطولية وشخصيات بتبقى حتى مرتبطة في وقتنا الحاضر، وبنجدد في شكل الفانوس. بس أنا بحب الفانوس بشكله التقليدي الحقيقة، القديم، شكل القديم جدا. أنا فاكر الفانوس محتفظ بيه لغاية النهاردة، اللي هو الإزاز الصفيح اللي كان بيعور الإيد دوت، والشمعة الواحد يولعها ونفتح الباب الفانوس ونولع الشمعة. طبعا وصلنا لغاية الفانوس، إنه الصين بقت تحط الأغاني بتاعت رمضان اللي احنا هنتكلم للأسف عنها النهاردة في برنامجنا تحطها جوه الفانوس وتبيعه لنا. صحيح. طبعا تطورات كثيرة حدثت في الأزمنة دي كلها، لكن تخيلي الشكل بتاع الاحتفال، انه المشاعل وناس راكبة الجمال وناس بتعزف قبل قدوم رمضان، وكان التنبيه بالمنادي لو تم رؤية الهلال يبقى صومه ويغنيها، او لا بكره شعبان مفيش صيام، لا صيام لا صيام. يعني كان في شويه تقاليد. جميل. والمسحراتي كان بينده على كل بيت باسمه وكل شخص باسمه. صحيح. من بعد المغرب يبدا يتحرك ويخبط ويطلق لي، كانت النساء الطبقه المتوسطه تلقي لي عملات معدنيه. صحيح. فضه ويلفوها في ورق ويشعلوه عشان يشوفها في الضلمه، ياخدها ويقعد يحكي لهم قصص. صحيح. او يغني لهم مقابل العملات المعدنيه. يعني في حاجات كتيره جميله في تاريخنا، فكل بما اننا بنتكلم عن التراث في كل مكان. يعني انا في احنا في الارياف كنا في كل يوم من الشهر المسحراتي لازم الحاجه الحلوه اللي معموله في البيت هو ياخد منها. طبعا. سواء بقى كنافه او قطايف. ونسبه الكنافه والقطايف دي حكايات كتيره جدا جدا هنحكي عنها النهارده برضو. ما اعرفش ايه حكايه الدوله الفاطميه مرتبطه شويه. صحيح. القطايف والكنافه في تاريخنا، او تحديدا بعصر الدولة الفاطمية، حكايات كتير الحقيقة هنحكيها النهاردة. يمكن حايز تتكلم شوية عن أغاني رمضان. دي أول فقرة لينا فعلا. الأغاني في رمضان، يمكن الشعب المصري متميز جدا. أغاني رمضان
يعني من وحوي يا وحوي لرمضان جانا لغيره، يعني أصبحت من علامات الشهر الكريم. أتذكر إن المطرب عبد المطلب قال جملة شهيرة جدا، قال أنا خدت 6 جنيه عن الأغنية دي، ولو كنت خدت جنيه واحد عن إعادة الأغنية في كل مرة كان زماني بقيت مليونير، طبعا. لأن حققت لو نجاح لسه لسنين صحيح. جايه انا ما اعرفش ايه سر حبنا للاغنيه دي الحقيقه، لا فيها بهجة شديدة، فيها وافرحوا يا احتفالية بنات، صحيح والاغنيات اللي مش ممكن نبقى مش عارفين مين غناها، يعني في صحيح اغنيات مرتبطه بالتراث شويه بس بنحبها قوي، ومهما عملوا واخترعوا اغنيات جديده لا ما فيش، هو الاغنيات دي عن رمضان بالنسبه صحيح. لنا. في كمان الفقرة الثانية نهاد هتبقى مع الدكتور فؤاد مرسي، هيكلمنا عن رمضان والتراث، عن الظواهر الرمضانية كلها، عن الأكل في رمضان، عن المسحراتي، عن طقوس الإفطار، عن أشياء كثيرة جدا ليها علاقة عن الأغاني كمان في رمضان، يعني هيكلمنا عن كل الحكاية أو الحكايات التراثية في شهر رمضان. صحيح. أما الفقرة الثالثة والأخيرة هتكون إن شاء الله مع رمضان والشعراء في العصور الإسلامية، وكيف عبر عنه شعراء العصر الفاطمي والعصور المختلفة، وهيكون معنا فيها إن شاء الله الأستاذ عيد عبد الحليم رئيس تحرير مجلة الأدب. على فكرة اتفضلي. تمام كده ولا إيه؟ أنا تمام. سمعتهم بيقولوا لك حاجة خير. لا لا الفقرة تمام إن شاء الله. كانوا بيذكروني بقامة كبيرة جدا نهاد، هو الشيخ سيد النقشبندي، الله وهذا الرجل فعلا صوته غير عادي، يعني كان بيمتلك جواب الجواب، وكان من المنشدين، يعني إمام المنشدين، وصوته فعلا ايضا مقترن بشهر رمضان بشكل غير عادي. وهذا الرجل يعني له ادعيه اصبحت خالده، ونقشبند او نقشبندي دي احدى الطرق الصوفيه المهمه صحيح. جدا، ونقشبند باللغه الفارسيه معناها النقاش او الرسام او الفنان، جميل. وباللغه العربيه معناها الذي احبه الله. الحقيقه احنا حبينا الشيخ سيد النقشبندي، ابتهالاته الدينيه بقت جزء فعلا من الطقس الرمضاني لينا، صحيح. وبتحببنا بالشهر الكريم بشكل غير عادي. فلا كل اللي انا بقوله عن الشيخ سيد النقشبندي، لانه هنطلع بفاصل لا ده في عنه. حكاية بقى قبل اتفضلي الفاصل، اتفضلي اتفضلي. انه اتقابل مره مع بليغ حمدي وقال له لازم نتعاون مع بعض، وكانت الحقيقه ثمره التعاون ده مولاي صحيح. مولاي. دي احنا لما بنسمعها لا بتحرك جوانا كل المشاعر والابتهالات الدينيه الحقيقه، قد ايه حاله روحانيه مختلفه لو تسمع اغنيه مولاي او طبعا ابتهال طبعا مولاي، هتلاقي انه المزيكا بتاعته او الموسيقى زي طرق على باب او شكل معين، وهي تقرب من الله بطريقة معينة، عشان كده مولاي دي هي رائعة من روائع النقشبندي. نخرج بقى الفاصل ولا تمام؟ يا ريت يا يلا ريت. نخرج الفاصل، وبعد الفاصل أولى فقراتنا مع طارق، خليكم معانا. إني ببابك قد بسطت يدي، ما اللي ألوذ به إياك يا سندي إلاك يا سندي مولاي.